الشخصيه والتطوير وسيهم العباد الذين اصطفى ربنا ارنا ما ينفعنا واكتب لنا وانت راض عنا امين يا كريم. اما بعد السلام عليكم والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله الاكبر سبحانه وتعالى. فخلد من بعدهم خلد اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات سوف يلقون الاذيه. فالدين كان يبقى السلام والعقول كلا ياتي بالسعداء اختار النهايه الى حين بكربوع بلا كيهان ونوم كيهان ونحط على علاقه بالرحمه. اما على سبقة امامه بزمان فلا شيء ابدا. فسوف يكون غنيا سيئ السرور مجد باكي فسقير للمين والسلام. وجاءت ايات كانت الى شرب بتاع تاخذ احدوك كمسموع وتنكر امك كشرط. اسال الله السلامه.